نحن اليوم عملنا دونك كونفرنس على التدخين وإمكانيات كيفاش نجمو نقصوا في الدخان ونوعيوا الشباب ونوعيوا العباد كيفاش ينقصوا الدخان وكيفاش ما يوصلوش تولي الدخان مزمن في حياتهم. دونك عطينا الوسائل اللي موجودة كيفاش نعملوا، كيفاش نحكيوا معاهم، كيفاش نفسروا لهم، كيفاش الامكانيات باش ينقص من الدخان. اسكو معناها الدخان الكلاسيكي باهي ولا اسكو الدخان الجديد هذايا اللي موجود تباشوفي ولا الدخان الالكترونيكي الفابوتاج باهي ولا، وشو الامكانيات باش ننقصوا. معناها فما خاطر برشا امكانيات، بس سوا امكانيات بسيكولوجيه واحد يحكي مع التلميذ ولا يحكي مع الواحد كيفاش يفسر له باش ينقص الدخان، كيفاش الوالدين لازم يوعيوا اولادهم ويتبعوا اولادهم، كيفاش المكتب زاد كيف يوعي الصغار في الدخان، فهمتي؟ وعندك حاجه اخرى هو لي ريزو سوسيو. لي ريزو سوسيو هذو خاطر الصغار تو كلهم بالتليفونات، ما تلقاش صغير ما عندوش تليفون وما عندوش تيك توك وما عندوش انستغرام وما عندوش فيسبوك، دونك يتبعوا. كي نحنا نخرجوا لهم شويه هكا وعي على الدخان ومضر للصحه وهذا يرى مش باهي وراه كنت تستانس بيه ما عادش تنجم تنحيه شويه بشويه، فهمتني؟ والدخان راهو غالي يضر لك زاد جيبك، ماذا بيك الفلوس تحط في الدخان برا امشي قيد روحك في ساله في موسيقى اعمل تصوير اعمل حاجه، نقص لي من الدخان بالرياضه الموسيقى التصوير هذوما خير من الدخان، فهمتني؟ والخلطه عندك الخلطه الوالدين لازمهم يعرفوا ولادهم شكون يخالطوا. كان بنته تخالط في طفلة تتكيف، راهي بنته باش تولي تتكيف خاطر يعاندوا بعضهم. وكان الطفل يخالط في طفل يتكيف، راهو الطفل باش يولي يتكيف خاطر يعاند صاحبه يتكيف. خاطر الصغير عمره 15 14 16 سنة يحب يولي كبير ادولت، يحب يولي روحه هو كبير. دونك باش يعمل باش يتكيف يعمل سيجار وباش يحس روحه هو كبر ولا راجل سايي انا نتكيف تو راجل. دونك هذاك الوعي يجي من الوالدين من المكتب من المعلمين وطبيب العائله زاد يوعي الطفل ويفهمه، فهمتي؟ كي يسمع به يتكيف يقول له مش باهي عايش ولدي نحي الدخان ونحاولوا نلقاو حلول وعلاش تتكيف وشنو هو السبب. معناها الكوميونيكاسيون ما بين الطفل والطبيب والطفل والوالدين والمعلم هذايا حاجه اساسيه في الحياه. الفوا تكيف سيي ما نلقاو له حل، من فما توا برشا امكانيات كما قال الدكتور لبيب قال الاكوبونكتور فما السيجاريت الالكترونيك فما. اما الصغار ماذا بيا لا هذاك الكبار نعملوه. الصغار ماذا بيا خاطر وزيك يتكيف هو عمره 16 سنه 15 عنده عام عامين تكيف نجمو بشويه بشويه نقصوا له بشويه بشويه ونفهموه، فهمتني؟ الصغير يفهم اما لازم وعي. اما ساعات تلقى صغير يتكيف ما فماش شكون لاهي بيه مسيب، ما فماش والدين ما فماش شكون لاهي بيه يعمل شي يحب وسي تان انفون ريفولوشنير دونك هذاك يحب له با شيكا لهوه وحكي تحكي معاه تفهمه تبعه تان انتوراج معناها، فهمتي؟ كانك تعمل له عرسه على اليمين وعرسه على اليسار تبعه مش متخليش يضيع، فهمتي؟ خاطر الشباب ديما يبدا شويه ما يعرفش واش يعمل. دونك انت ماذا بيك كبير توعيه وتفهم، فهمتني؟ توعيه وتفهم. وماذا بينا زاد البيعان الدخان للشباب يتاعها اقل من 20 سنه. انا مرة رايي معناها الدخان ماذا بيا يتباع كان فوق ال 20، اقل من 20 ما نبيعلكش. يا ساق انت كجمرك تبيع الطفل ولا الطفله عمرها اقل من 20 سنه. تتكيف اول حاجه باش تضر الشرايين نتاعك، باش تضر رواريك، باش تضر كراجمك، سنيك، وجهك يكمش، الجلده نتاعك تخياب، كل شيء معناها باش يصير بالدخان. الدخان راه مضر للصحه تماما، كو سوا شرايين القلب، شرايين الساقين، الرواري، الكراجم، سنيك، معناها كل شيء يضر معناها، وحتى المخ يضر، فهمتني؟ دونك هذاك علاش ماذا بينا ما نتكيفوش.